الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليه، رواية جميلة عن الإمام الرضا سلام الله عليه. الإمام الرضا يقول: من أحيا، مؤدى الحديث طبعا معنى الحديث، من أحيا مجلسا فيه ذكرنا، وهذا المجلس مو لازم مات، لا، ناس واحد اثنين ثلاثة أربعة أنفار يقعدون بمكان يذكرون الحسين، هذا مجلس. إذا ذكر الحسين، إذا ذكر الحسين فأي عين تصون دموعها صون احتشامي. تقول أنا محشوم احتشام، شوف، وهذا رد على البعض، من البعض الذين يحاولون أنهم يعني ها شوية يوجهون بعض السهام إلى شيعة علي أمير المؤمنين، إلى شيعة الحسين. كيف تبكون؟ تبكون كأنكم نساء. والله جاهل، والله إنك لجاهل. الإمام الصادق يقول رحم الله تلك الصرخة، ها؟ رحم الله تلك الصرخة التي كانت من أجلنا أهل البيت. الإمام أعلم أهل زمانه، ليس هناك رجل عالم في علمه، في علم الإمام، أو وصل إلى درجة علم الإمام، وتاليها ينادي على شاعر من الشعراء يقول له: قل لي في الحسين شعرا، ويقرأ. أستاذ محمد سمعت مني هذا الكلام في السهلة، ذكرته وأعيد ذكره هنا، يقول لقل في جدي الحسين شعرا، قال أمرر، على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظما ما زلت من وطفاء ساكبة روية، فإذا وقفت بقبري. الناس مشت يا جماعة، مشت السعيدين، مشوا من أيام، شوي شايب كل سنة يمشي ويش وداك. قال أنا معشوقي، هذا معشوقي، ما أقدر ما أشوفه، معشوقي الحسين. الله الله، أفلا تموت، أفلا تموت رقية فوق رأسه. شلون ما تموت هالبنية هذه؟ أنطول بعد واجب. أولا تموت هذه البنت اللي عمرها 3 سنين مولانا، 3 سنوات، هذول كبار وما قادرين، يقولون احنا إذا جاء وقت الزيارة ما نقدر نقعد، ما نقدر نقعد بالبلد، نطلع شوف الدكتور دكتور، المهندس مهندس، الكذا شيخ القبيلة أو شيخ العشيرة، وتاليها يمشون في هذا الجو، في الحر يمشون، في البرد يمشون، في المطر يمشون، وهم ينادون حسين حسين حسين. أولا تموت هذه الطفلة التي عمرها 3 سنين. سيدة رقية، اليوم أنا أقرأ شوية عنها، تفاصيل عنها، عمرها 3 سنوات، في سنة 57 أو 58 للهجرة ولدت في المدينة المنورة، وعندما جاءت إلى أرض كربلاء كان عمرها شقد، مقام عظيم لها ترى هاي البنية، ها هذه البنت لها مقام كبير، ابنة إمام،
وأخت إمام وعمت إمام. عمت الإمام الباقر مو الباقر موجود. الله. لكن أنا اليوم شفت رواية ما أتأكد منها واقعا، لعلي أتأكد قريبا عنها، لكن في الأخبار، في الأخبار موجودة هاي الرواية أن لها قصة. هذه البنت لها قصة في السابي. أنا اليوم ترى أول مرة أشوفها، لم يعني يكون عندي وقت للتحقق، لكن أنقلها لك. والناقل على كل حال عمد على الناقل على الرامي. البنت في الطريق قامت تتذكر أبوها، مو هناك في الخريبة، بعد ما وصلنا الخريبة وياها هني بعدي في الطريق، في الطريق تمشي تتذكر الحسين فتبكي، بكت يعني، هذه قصتها. بكت، جاء لها أحد القساة الغلاب، لما تبكين أيتها البنت أيتها السبيئة؟ قالت أبكي أبي الحسين، أبكي أبويا، حرام أبكي أبي، حتى البكاء ما نبكي، إنا لله وإنا إليه راجعون. قتلتموه وهم تمنعوننا من البكاء عليه. فتكلم هذا الملعون هذا الفظ كلاما قاسيا لرقيش، قال لها أنت ابن الخارجي، خارج اللي خرج عن الإسلام. فأثرت هاي الكلمة في داخل قلب رقية، قالت قتلتموه. شوف التفتت إليه على صغر سنها، لكن تعرف هذول من أهل بيت النبوة مولانا. التفتت إليه قتلتموه ثم تنعتونه بالخارج يقول، فضربها ثم أسقطها من على الناقة. مشت الناقة، النوق مشت عنها، هي صغيرة، بنية صغيرة وتعبانة عطشانة جوعانة، تركض وراء ذلك الموكب، تركض وراء تلك الجمال، ما لحقت. اسمع اسمع، إذا الله أراد يعطي ناس كرامات، فما استطاعت أن تلحق وراء القافلة. يقول بينما هم كذلك، وإذا برمح الرمح الذي عليه رأس الحسين يرتكز في التراب، ارتكز في التراب فوقف، وقفت الضعينة كلها. الناس هناك الفضاض الغلاظ هذول المجرمين قاموا يتكلمون فيما بينهم، شو اللي صار؟ ليش ما تمشي الضعينة؟ أرادوا أن يسحبوا ذلك الرمح، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قالوا ما مش إلا زين العابدين يحل هالمعضلة. إجوا إلى زين العابدين سلام الله عليه، باعتباره يعرفون أنه الإمام المفترض الطاعة، لكنهم أجلاف مجرمين. جاءوا إليه، ما الذي جرى؟ وش نشوف شو صاير؟ هذا الرمح ما يتحرك. قالت لا، قال لهم لا يتحرك الرمح لأن هناك بنتا سقطت من على الناقة. بنت سقطت من على الناقة، ما يمشي الضعن إلا بها. سمعت أم المصايب زينب يقولون فأسقطت نفسها من على الناقة، طبت على الأرض وذهبت تركض تبحث عن تلك البنت. وإذا تشوف من بعيد غمامة سودة، تقربت إلى تلك الغمامة وإذا بها ترى امرأة وعندها طفلة صغيرة تمسح عليها وتهود عليها. سلمت، ردت عليها السلام، من أنت؟ قالت بني زينب أنا أمك الزهراء. على بالك أني أترككم، أني أخليكم،
وينش يا زهراء عنها؟ وينش يا زهراء عنها في يوم عاشوراء؟ أظن عاشوراء. الله الله يوفق شعرائنا. احنا في مصيبتنا اليوم شاهدين، بنحكي عن السيدة رقية في مكانين. خيال شاعرنا يودينا إلى هذه البنت وهي حاملة مصلى أباها، متعودة الظاهر على هاي العادة، لكن منذ أن فقدت أباها الحسين اشتاقت إليه. إجت والدمعة همالة. إيه مأجور مأجور. إجت والدمعة همالة على الخدين تجريها، والمصلى على يديها أبوها طول عليه. يا حبيبي مجور مجور. إجت والدمعة همالة على الخدين تجريها، والمصلى على يديها أبوها طول عليه. وصاحت تدعو بحسرة أبوها سالم يجيها، وقامت قاصد الحومة عساها تلقى واليها. بنية صغيرة على رسلها وين رايحة؟ إلى المعركة حتى تنظر والدها. رقية طلعت بدهشة تمشي وبالجثث تعثر. إيه ويا رقية طلعت بدهشة تمشي وبالجثث تعثر، وزينب تمشي وياها تون من دهشة المنظر. وصلت عند أبوها حسين، وصلت عند أبوها حسين وصاحت قوم يا مشقر. ولما عاينت حالة شافت من حرمها ببر. وحسين وحسين لا تبخل بالدمعة والصرخة. رحم الله تلك الصرخة التي كانت علينا أو من أجلنا. صاحت بيه يا أبويا انت العبد وانت السور، بس إلك رد علي أجواء. من وين تحكي لش يا رقية؟ من وين تكلم لش وهو جثة من غير راس؟ قالت صاحت بيه يا أبويا انت العمد وانت السور، بس إلك رد علي أجواب لو من نحرك المنحور. قل لي ليش يا أبويا، قل لي على رسلها تسأل، بنية صغيرة تسأل هالسؤال. شوف قل لي ليش يا أبويا بشفك خنصرك مبتون، مسحت على الصدر بويا وشفت لك كم ضلع مكسور. يا بويا بقعد بكترك وبداويك بدمع عيناي، بل كتلك ترد الروح وترد للخيم وياك، وبل كتشفق علي انت الاب الحنون. شلون تخليني بروحي وتخلي هالنسوان برايحاتهم؟ يا بويا بقعد بكترك وبداويك بدمع عيناي، بل كتلك ترد الروح وترد للخيم ويا.
وبلكت تشفق علي وتاخذني يا ابوي وبلكت تشفق علي وتاخذني يا ابوي وياك ترى الدنيا يا ابو اليمة ما تسوى بلا محية. وصار لها موقف مع الراس، لكن هالمرة الموقف صعب. عظم الله أجوركم، كانت في ري النوم كما تقول الرواية، فشافت أبوها في النوم قعدت صارخة تنادي وأبتاه وحسينا، شافت متغير مو هو أبوها الأولي. أعظم الله أجوركم، قعدت النسوان والأطفال على صرختها وقاموا يصرخون. جلس الملعون يزيد من نومه، ما الذي جرى؟ خبروا بأن واحدة من بنات الحسين قعدت تبغي أبوها، وقعدت وياها النسوان والأطفال، ودوا لها رأس أبوها. وويلها ابني صغيرة وشايفة طشت، لكنه طشت مغطى. عظم الله أجوركم وأحسن لكم العزاء، أول ليلة بالشام لما نكون لليتا بخرابة لازم تنام، صوت من الخراب رقية تصيح صوت من الخراب رقية تصيح وسادتها التراب رقية تصيح باب. اقرأ اقرأ صوت من الخرابة رقية تصيح. الله يرحم موتانا وموتاكم وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات. أنا أذكر في هاي الأبيات قرأتها من قبل مرة ومرتين، رحمك الله يا حج أحمد بن جعفر الله يرحمه أبو الدكتور علي، أعجبت هاي الأبيات فسأل عنها. أنا الليلة أذكرها وأذكر هذه الأبيات وأنزلها ثواب إليه. أول ليلة بالشام لما نكون خرابة قال وتنام آم صوت من الخرابة رقية تصيح رقية تصيح. إجوها يسكتوها ويلا سكتي بابا سكتي، النسوان يسكتونها ما قدروا، هذول الملاحين أرادوا أن يسكتوها بالقوة ما قدروا. إجوها يسكتوها بكل شي ما رضوها، جابوا راس أبوها وحسين جابوا راس بالطشت والدم خضابا رقية تصيح بابا صوت من الخرابة إيه؟ رقية تصيح بابا. ابنية طفلة صغيرة وشافت هذا الطشت
إيش على بالها إخواني أخواتي أهل العزاء؟ على بالها هذا الطشت فيه أكل على رسلها، ظنت بالطشت زاد، ابعدت وتكترت غاد. إيش سووا الملاعي؟ الطشت دفنوه لو غاد وكشفوا عن حجابه. رقية تصيح باب صوت من الخرابة، صوت من الغرابة رقية الصيحة. لما قامت تتأمل في ذلك الرأس المخضب بالدم تشوفه كنا ملامح أبوها، كنا أبوي هذا. لما عرفته زين نادت بويا يا حسن، عن عيني غبت وين اليسر متعب عذابه. رقية تصيح بابا صوتك، رقية تصيح بويا لحضنك اخذني. اي مأجور مأجور، مرحومة هالعبرة، مرحومة هالعبرة. كل واحد يتذكر اللي عنده، يشوف عنده بنية صغيرة شلون يحبها شلون يخاف عليها، بالأخص البنية عند أبوها البنية. بويا لحضنك أخذني وداوي جروح إذني. أذونها أذونها، شي يسوون الملاعين؟ يسحبون القرطة من أذن المرأة أو البنت، ما ينتظرونها تفتح ليهم هذاك القرط. شوف شلونها، بويا لحضنك أخذني وداوي جروح إذني. يا بويا وشوف متني أثر كم صوت صعبة. رقية تصيح رقية تصيح بابا صوت صوت من الغرابة. رقية تصيح بابا بدمعتها الحزينة وبإيديها الحنينة، فلقت جبينه ما رضيت تشوف الدم عليه، قامت تمسح الدم عنه مكان ما ضربه ابو الحتوم. بدمعتها الحزينه وبيديها الحنينه غسلت فلقت جبينه وتبوس على صوابه. رقية تصيح بابا صوت من الغرابة. رقية تصيح بابا. البيت الأعظم شأنا يا إخوان، واللي ننتظرها كل سنة نقرأ على رقية وننتظر هالبيت. ومن عظم الرزية، الله 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 الله، ما قدرت تتحمل، شافت الأبو، شافت الأبو بتلك الحالة. يقولون فانحنت عليه تقبله في فمه وهي تنادي أبا من لليتيم حتى يكبر.
الزية الله الشافتها رقي دنت ليه المنية وبقى صوت الخرابة رقي تصيح بابا مأجور صوت 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 أظلم الله وجوركم حركوها ما تحركت أقبل زين العابدين قال عم زينب أظلم الله لك الأجر في رقية فقد فارقت الدنيا زينب تنظر إلى تلك الجثة الصغيرة مددت جثة مددت جثة الطفلة وغمضت منها العين وعن حجرها سبوها شالت بلوعه وحني ودارت النسوة عليها وجددوا مات بحسين وخرت سكينة على جنازة أختها معولة وويلا صيح موتك نحل عظامي وفتت للقلوب مددة والناس تتفرج علينا من الدروب لشق جيبي عليك لكن ما بقت لنا جيوب والدمع قرح ولا ظل دمع لجلك نهملة صرخت ونادت يا عما بالعجل ودي خبر كربلة حتى يجينا ابو الفضل يحفر قبر والشهيد حسين خلى يشيب كافو والولد الأكبر يشوف اخته ونعشها يا